السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم الدكتور حاتم أمين استشاري جراحة العظام. النهاردة أنا هكلمكم على فيتامين د. طب ليه أنا اخترت فيتامين د؟ لأن ده يعتبر من أهم الفيتامينات اللي جسمك محتاجها، يختلف تماما عن باقي الفيتامينات الأخرى. طيب عايزين نقول بعض المعلومات البسيطة عن فيتامين د. فيتامين د ده بيتكون في جسمك من مادة اسمها الكوليسترول، دي مادة دهنية موجودة تحت الجلد، لما بتتعرض لأشعة الشمس بتتحول إلى فيتامين د، عشان كده مجازا بنسمي فيتامين د فيتامين أشعة الشمس. حاجة تانية، فيتامين د ده من الفيتامينات اللي بتدوب في الدهون، يعني لما تيجي تاخد فيتامين د لازم تاخد معاه مادة دهنية علشان بتساعد على امتصاص فيتامين د وبتزوده بنسبة 30 لـ50%. طيب فيتامين د ده بيتخزن في جسمك لفترة طويلة جدا، ممكن شهور، وبيطلع لما جسمك بيحتاجه، فما تقلقش أبدا من أي كمية من فيتامين د بتاخدها. فيتامين د فيه منه نوعين، د 2 وده 3، أيهما أقوى؟ ده 3 أقوى من ده 2، وده اللي إحنا بنحتاجه. طيب لما بناخد فيتامين د اللي بيحصل؟ دون بيتحول في الجسم من الحالة الغير نشطة إلى الحالة النشطة عن طريق عضوين مهمين جدا، الكبد والكلى. فلازم يكون الكبد والكلى في حالة صحية جيدة عشان تستفيد من فيتامين د. لو سألنا سؤال بسيط، إحنا عندنا كم خلية في الجسم؟ مجازا عندنا تقريبا 1 مليار خلية، كل خلية منهم فيها مستقبل لفيتامين د. ده بيدي لك معلومة قد ايه فيتامين د مهم جدا لكل وظائف الجسم. طيب لو حبينا نتكلم على فوائد فيتامين د، ايه هي فوائد فيتامين د؟ اول واهم فايدة صحة العظام. ازاي؟ فيتامين د بيساعد على امتصاص الكالسيوم والفوسفور من الامعاء وبينزلهم فين؟ في الدم، والمعدنين دول اهم معدنين لقوة العظام. تاني حاجة، فيتامين د بيساعد على خفض ضغط الدم. الناس اللي عندها ضغط الدم عالي، تمام، فيتامين د مهم جدا بالنسبه لهم. الفيتامين د بيساعد على الحمايه من الازمات والنوبات القلبيه. فيتامين د بيساعد على الحمايه من مرض السكري النوع الاول والثاني. فيتامين د بيحافظ على جهاز المناعه وبيزيد من قوته. فيتامين د بيساعد على منع اعراض الرب وحساسيه الصدر. فيتامين د بيساعد على منع الاكتئاب. وفيتامين د بيساعد على التخلص ايضا من الالتهاب. اخر ابحاث اتعملت وجدت ان فيتامين د في ماده اسمها الاوليكانثال، دي بتعادل نفس قوه الكورتيزون. الكورتيزون ده ايه؟ من اقوى مضادات الالتهاب، بس بدون اثار جانبيه بتاعه الكورتيزون، فدي ميزه في فيتامين د. اخر حاجه، فيتامين د بيحمي جسمك من السرطانات. طيب لو عايزين نسال سؤال، ليه معظمنا عنده نقص فيتامين د؟ لو حبينا نرتبهم من حسب الأهمية، أول حاجة لون الجلد. كل ما زاد لون الجلد، تمام، سمار أو كان أصبح لون البشرة داكن، كل ما كان فيتامين د بيقل. وآخر الدراسات أثبتت إن 82% من أصحاب البشرة الداكنة عندهم نقص فيتامين د. طيب تاني حاجة، تقدم العمر. لما العمر بيزيد فيتامين د في جسمك بيقل، فأنت بتكون محتاجه. تالت شيء، التغذية. أنت ما بتاخدش الأكل اللي بيغذيك بفيتامين د. رابع شيء، عدم الخروج من المنزل، انت قاعد في البيت ما بتخرجش. طيب ازاي هتتعرض للشمس؟ وازاي فيتامين د هيكون في جسمك؟ خامس حاجه، في عندنا هرمون اسمه هرمون الكورتيزول. ده الهرمون المسؤول عن الاسترس. اي ضغط انت بتحط نفسك فيه، ضغط العمل، ضغط الدراسه، ضغط الامتحانات، ده بيقلل فيتامين د في جسمك. لو في التهاب بسيط في الكبد، في دهون بسيطة في الكبد، فيتامين د هيقل. لو في التهاب بسيط في الكلى، فيتامين د هيقل. لو في التهاب بسيط في الأمعاء، سواء كان في المعدة أو في القولون، برضو ده بيقلل فيتامين د في الجسم. لو في كسل بسيط في الغدة الجار درقية، فيتامين د بيقل. لو عندك أي نوع من أنواع الالتهابات المزمنة، زي إجهاد مزمن، زي التهاب عضلات مزمن اللي احنا بنسميه الأبهر، فيتامين د بيقل في جسمك. لو في بعض الأشخاص اللي بيجي لهم نوبات قلبية متكررة، دون بيقلل فيتامين د في الجسم. الناس اللي وزنها زايد، فيتامين د عندهم بيقل. الناس اللي عملوا قص معدة أو تحويل معدة، برضو فيتامين د في جسمهم بيقل. في بعض الأدوية ممكن تقلل فيتامين د، أشهرها مضادات الكوليسترول اللي الناس بتاخدها بكثرة عشان تنزل الكوليسترول في الجسم، دون بيقلل فيتامين د. نكتفي ونتابع مع بعض إن شاء الله في الفيديو القادم. السلام عليكم.